بريك باللحم والجبن. المقادير: عبوة لحم بقري مفروم أمريكانا، رقائق مطبق أو بريك، 3 حبات بيض مسلوقة ومقطعة شرائح، حبة بصل متوسطة مفرومة، 3/4 كوب جبنة شيدر مبشورة، 1/4 كوب بقدونس مفروم، 1/4 كوب شبت مفروم، 3 ملاعق طعام زبدة أو سمن مذاب، 4 ملعقة طعام زيت نباتي، 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون، 1 ملعقة صغيرة ملح، للزينة طماطم صغيرة، أوراق شبت وبقدونس. سخني 2 ملعقة طعام زيت في مقلاة متوسطة، أضيف البصل واطبخي لمدة 2 إلى 3 دقائق. أضيف اللحم المفروم، الفلفل الأسود، الملح، واطبخي مع التحريك المستمر لمدة 5 إلى 6 دقائق. ارفعي الوعاء عن النار واتركيه جانبا حتى يبرد. أضيفي كل من الجبن المبشور، البقدونس المفروم والشبت المفروم واخلطي جيدا. ادهني صينية فرن متوسطة بالزيت. في وعاء صغير اخلطي كل من الزيت مع الزبدة المذابة. ضعي رقاقة بريك فوق طاولة التحضير وادهنيها بقليل من الزيت والزبدة. ضعي 3 ملاعق طعام حشوة في وسط كل رقاقة. ثم وزعي فوقها بعض من شرائح البيض المسلوق. اطوي الأطراف للأعلى لتحصلي على مربع. ثم اقلبيها وضعيها جانبا. ادهني رقاقة بريك أخرى بخليط الزيت، ثم ضعي المربع المحشو في المنتصف. اطوي الأطراف للأعلى لتحصلي على مربع آخر، ثم ضعيها جانبا. كرري حتى انتهاء الكمية. اقلبي حبات البريك وضعيها في الصينية. ادهني حبات البريك جيدا بخليط الزيت، ثم اخبزيها في الفرن لمدة 18 إلى 20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون. ضعي قطع البريك في طبق التقديم وزيني بالطماطم الصغيرة، الشبت وأوراق البقدونس.